اتكلم عن تجربه عمرها من 3 سنين، يعني مش من 10 سنين، مش من 20 سنه، ومش من 30 سنه، احنا 3 سنين. في موضوع اصلا صعب بيمس المحامين مباشره، بيوجع جيلي بتجرح، مفيش جراحه، مفيش قلب، مفيهاش دم يسيل، مفيهاش بنت، مفيهاش خساير يمكن ان تنتج نتيجه هذه، مفيش جراحه ناجحه 100%. في جراحات او اكبر المستشفيات واعلاها امكانيات نسبه النجاح فيها 90%، احنا نجحنا اكثر من 90%. عندنا 10% مشكله بس لازم تعرفوا تاخدوا بالكم من الثابت والمتحرك. ايه الثابت؟ الثابت انه الاشتغال نص في القانون عند استحقاق المعاش، يعني ما ينفعش تصرف معاش الا اذا انت لديك اشتغال او توكيل عن كل سنه من سنوات الشغل. ده بقوة القانون قبل التوكيل، قبل الضوابط بتاعتنا لما نراحها. احنا عملنا ايه؟ احنا عجلنا في استدعاء هذه الشروط علشان نربطها بالخطه النقابيه، وعلشان نريح المحامي في المستقبل من انه يثبت ده مصر رجعي او مصر قديم. علشان كده هنفضل المعركه، لكن كل احكام القضاء الالهي، القضاء الالهي حكمت لصالح نقابه المحامين فيما لم يقدم من اللي يشتغل عن كل فعل، وحكمت باستدعاء كل السنوات التي لم يقدم اصحابها ان اللي بيشتغل. ده مش اقتراعنا احنا، ومش هنخالف القانون. انا مش هقدر اجامل واقول اصلي المحامين الكبار نعفيهم من اللي هم يعني. طب انا ده مشكله حقيقيه عندي في اللي عندهم سنين اشتراك كبير، هم دول اللي هياخدوا من رصيدكم الارقام الكبيره، هم دول اللي هيتخصم من حسابكم لصالحكم انتوا. يعني لما نقول هنزود المعاش ونخليه 3000 جنيه، اللي هياخد ال 3000 جنيه دي اللي كمل 40 سنه. اذا ما كانش مشترك، اذا ما كانش مشترك 40 سنه اشتغلت فعلي وحقيقي، يبقى انا ببدل فلوس المحامين، يبقى انا بفرقها. لان انا عندي مشكله انه في تراكم قديم ما زال موجود، خلي بالكم ما زال موجود وسطنا، يعني ما بيشتغلوش المحاماه ونقعد فوق ال 60 سنه وقاعدين في بيوتهم او قاعدين في مشاريعهم او قاعدين على مزارعهم او قاعدين في اي حته او مسافرين في الخارج. دول مربوطين. طب دول يستفيدوا. دول خدوا الحد الاقصى خلاص، تجاوز 40 سنه اشتغال برقمين عنده 40 سنه، اتفهم له، اقدم له تسهيلات، اقول له خد اتفضل عشان انت كبير في السن، خدهم وروح. طب انا ببقى جبت فلوسكم، انا كده بضيعت على الجيل الصاعد القادم رصيده اللي هو اصلا حاجز فيه، اللي هو اصلا بيدفع فيه، اللي هو اصلا هياخد منه. اللي بيصنع ايرادات اليوم هو الجيل الحالي. الجيل اللي هياخد معاش النهارده هو اللي زرع اصابع القديم وايرادات القديمه. ففكره التساهل لازم تبقى مربوطه بالالتزام. مفيش حاجه اسمها مفيش اشتغال. القانون قال انه بيعفي في بدايه الخير فتره التجنيد من ال بتتحسب اشتغال. خلاص فتره التمرين بتتحسب اشتغال. اذا في اعفاء قانوني من مساله الاشتغال اذا ارتبطت بشغل حقيقي خلال السنوات التاليه. ندخل بقى في يعني ايه ما عنديش اشتغال سنه ولا اثنين، اصل انا كنت تعبان. طب كنت بشتغل ايه؟ كنت عايش ازاي؟ يعني ما احنا مش عايزين نلف على بعض او نحاول نبحث في كل حاله او في كل استثناء علشان نعمل منه قاعده نعممها نتصرف من وراها الاف الحالات. كل حاله تؤخذ بحالتها. كل حاله تتعامل بحالتها اللي موجوده. ما نتحججش انه الموظف اللي فوق الدبلوم هو اللي بيتمنى انه موظف ما بيقيمش حاجه. على فكره اللجان اللي عندنا دي مش بتقيم شغلك. مالهاش دعوه بالتقييم خالص. ده هي بتعد عدد اعمال، توكيلات، محاضر جلسات، في ولا ما فيش، بتبص للاختام سليمه ولا مش سليمه. طب انا اقول لحضراتكم، هل ادله اشتغال يا استاذه؟ 10 توكيلات،
10 توكيلات ورقم واحد رقمهم واحد والساعة 9:45 دقيقة و15 ثانية 9:15 دقيقة و15 ثانية والسنة اللي بعدها الساعة 9:15 دقيقة و15 ثانية والسنة اللي بعدها الساعة 9:15 دقيقة و15 ثانية ده معناه ايه؟ معناه انه ده تزوير ده التزوير الواضح في تزوير تاني مش واضح يحتاج الى تدقيق ادقق ولا احسبه تزوير؟ ادقق ما ينفعش حد يجي يروح من 16 لغاية 30/6/2019 ده بيتقدم بطلبات تجديد قيده وجاي واقف على الشباك عشان ياخد تجديد بتاع ايه؟ ايه الاماره؟ ده انت قاعد 3 سنين ما سالتش في الكارنيه ما كانش همك ان يبقى معاك الكارنيه جاي دلوقتي لازم الموظف يخلصه لك دلوقتي وتتخانق معاه وتشتمه عشان يشتمك او علشان تجر شكل او تدور على عضو نقابه يتخانق معاه او تتخانق معاه انت علشان تعمل حاله من حالات الارباك الالاف اللي جت يوم 30/6 دي جت يوم 30/6 طب ما كان في 30/6 اللي قبلها ما كانش في مشكله اللي قبلها ما كانش في مشكله الشهر اللي قبله ما كانش في مشكله احنا اللي بنصنع المشاكل احنا اللي بنضغط في التوقيت الصعب علشان نطلع باستثناء عشان نطلع باستثناء احنا قلنا دخلنا في معركه صعبه مش هنتراجع عنها مهما كانت الاسباب ان الحالات اللي بتحتاج الى فحص نفحصها بس ما حدش اتضرر من الوقت اصل بقاله شهر اصل بقاله 15 يوم لا انت اللي بقالك 3 سنين انت اللي بقالك سنتين طب اللي سجل 17 جاي انت جاي مستعجل دلوقتي طب مستعجل ليه؟ ما استعجلتش ليه في السنه اللي انت مستحق فيها انك تثبت انك تشتغل بيها اذا احنا مش بندقق علشان نتعب المحامين ولا عشان نكهرب بالمحامين ولا عشان نضغط على المحامين ولا عشان نذل المحامين زي ما بعض الناس بتتكلم يقول لك المحامين والطوابير ولا احنا بنعمل شباك للمحاميات وشباك للنقض للاسف شديد المحامين هي اللي بتزاحم هي اللي بتزاحم المحاميات في شباكها وبتزاحم النقض في شباكها واحنا لما كان في مشكله حوالين شهاده الجوازات وجبنا مكتب جوازات في نقابه المحامين ضربوهم وشتموهم وضربوا بعض وما كانش في غير المحامين راحوا بقى وقفوا في الطوابير العموميه وده المرار الحقيقي. اذا احنا اللي بنخلق المشكله، احنا مش عايزين في ناس مش عايزه تحل. في ناس اصلا مش من مصلحتها حل الاشكاليه المتعلقه بضوابط القيد. مش من مصلحتهم، طب انا اقول لكم على حاجه. في سنه من السنين انا كنت بحضر لجنه نقض ولقيت رئيس محكمه النقض بيقول لي اتفضل في 70 محامي مقدمين لقيد النقض ال 70 محامي جايبين مذكره واحده في قضيه واحده في جلسه واحده. المختومه بمكتوب فلان الفلاني ده فلان الفلاني وده فلان هي ايه؟ هل ده ممكن؟ حصل بيحصل في تفنن في القفز على المشروعيه. وقال لي طبعا انا كده مضطر اديهم النيابة. أنا كنت محرج، لا أنا محرج. بس أنا قلت له أقدمهم النيابة وأقدم معاهم الموظف اللي ختم الشهادة. والموظفين اللي ادوهم صورة كابتن مصر. لأن دي صورة مستخرجة من الملف. الملف ده عندك مش عندي. مش هيقدمهم. إلا إذا كان زوروا بره اللي بتحقق مع كل الكلام. يعني لم الموضوع قلنا قابلت 70 محامي وده كان في توقيت ما قبل وضع الضوابط والشروط احنا يعني لو خصصنا جلسه للحيل التي استخدمت لتضليل النقابه في احتساب مدد الشهاده هتشوفوا حاجه هنعمل متحف هنعمل متحف وهنشوف هنعاقب وبنحاسب ومش بنسيب إذا الموظف بنحاسبه وبنوديه نيابة وصاحب الشأن بنوديه نيابة إذا الأمر يقتضي ذلك ما بنتراجعش ما بيهمناش لكن في نفس الوقت أنت لازم تتحمله حتى لو كان في مشقة يعني واحد يقول لي أنا أروح الجوازات يا أخي أنا رحت أنا جبت شهادة الجوازات ليه نتعالى على إن إحنا ندي الجهد ما دام هذا الجهد هيساهم في تكنيس مبدأ يحميك في المستقبل ويحمي مالك من انه حد تاني يستولي عليه. نتحمل بعض احنا فاكر
على فكرة القضايا الصعبة عدت، القضايا الصعبة عدناها، لكن احنا عندنا مثلا شهادات الجوازات، في ناس بتتحرك بالجوازات تجيب ايه؟ تجيب شهادة مضروبة كده لأنه معاه جواز صح، فمفيش بقى مدة تشتغل في الخارج ولا غيره. خلصنا الحكاية، اتفقنا مع وزارة الداخلية ومع عدالة الجوازات إن دي تتسلم للنقابة وما تتسلمش لصاحب الشهادة. الشهادة دي بياننا يقدمه صاحب الشأن بس اللي يستلم النقابة، علشان ما يتلعبش فيه، علشان ما يزورش، علشان بنحترم المحامين في انه مش هاجروا على انه يقدم على تزوير الشهاده دي. اللي عايز يزور بقى، اللي هيجيبها منه مش هياخدها منه. انما الشهادات المميكنه دي اللي يصعب او يستحيل العبث فيها، لانها مميكنه ضد التزوير وضد التنفيذ. بقدر الامكان احنا بنضع الضوابط اللي تحميكم وتحمي حاله الاستيلاء. انا في هناك محاولات استيلاء على امريكا، هي محاوله استيلاء، هي قلنا لازم تفهمين كمان انه احنا مش موظفين المحاميه في نقابه المحامين، مش موظفه، مش بطبق عليها قانون شؤون العاملين ولا قانون العمل. دي قواعد المهنه الحره، زي بالظبط صاحبه المشروع. انت صاحبه مشروع، المشروع بتاعك تجاري ولازم تبقي موجوده فيه. حصلت ولاده، هتولدي تنزل الشغل ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، عشر يوم. انا عارف ستات في الصعيد كانت بتولد وبتشتغل ثاني يوم. الصعيد رجاله لا بيشتغلوا كده يعني. اذا دخلنا فيه، مش عايزين نتكلم، نختلف حجج وهميه. فكره اجازه الوضع، اجازه الوضع والرضاعه والمش عارف ايه ومراحه الزوج، كل دي كلام وظيفي انا ماليش دعوه بيه. هي عايزه تستمتع باجازه تاخد الاجازه، بس مش هحسبها لك شغال، مش هتاخد عليها معاش. لحظه بس انا بكلمكم، انا بقول لكم القانون، انا بوضح لكم القانون. انا مش عارف اكمل يا اخوانا، ارجوكم بس يا بنات، انتوا يعني بناتي بالورق، انا قدم بالورق يا ستي. لحظه، احنا مش ضد ده. هي ست مش بتولد شهر اثنين ثلاثة وبتستريح وخلاص، انما بتقعدش سنتين عشان بترضى وتقول لي مفيش اشتغال. لا 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 لا، ما تعملش حساب على كده. المحامية اللي عايزة تشتغل في المحاماة ما تعملش حساب على كده، هي مش موظفة. عايزة تشتغل في وظيفة بتتحمل، هي وظيفة محكمة، لكن احنا في نقابة المحامين اشتغال، لأنه ده اشتغال فعلي، لأنه ده مبني على موارد بتتسبب، علشان الرصيد في النهاية كل الناس تستفيد منه. يوم واحد بس. اللي زعلان من حلف اليمين الشعبي اللي بعد خمس شهور، هي يعني لما تبقى حلف اليمين بعد سنة؟ لا يحصل. نقابة المحامين الآن نقابة عزيزة، نقابة عزيزة. مش حد النهارده يرمي ورقة وياخد الأمنية وياخد خلاص. العهد ده انتهى. زمان كان يجي صاحب الشهر جايب ابن أخته ومعاه صاحبه ويخش على عضو نقابة يجيب له الكارنيه ويدفعه له ويحلفه اليمين ويديله على وشه. هذا الأمر لن يكون، لن يكون. النهارده مستشارين وزراء وغيره من لهم ابناء بيكلمونا على المواعيد، بيقول لنا نقابة المحامين لها معاد، انت معادك في مايو 2020 وأوصف 2020، لانه اذا ما كانش الناس تشعر بقيمه نقابة المحامين واهميتها يبقى احنا اللي مفرطوها، احنا اللي بنقدم لهم دلائل التفريط في نقابتنا وفي قيمتنا، واحنا مش مضمونين الحياه في المحامين جدد. يعني اوعوا تفتكروا ان المحاماه في حاجه يا محامين جدد. احنا بنبكي ليه؟ لانه فعلا العدد نايم. لانه فعلا سوق العمل لا يحتمل كل الارقام اللي موجوده دي. فانا مش مستعجل. اللي عايز يتحمل نقابه المحامين هيتحمل. طب انا في 21 عندي اكاديميه. ومش كل الدفعه دي مش هتدخل نقابه المحامين الا لما تجتاز الاكاديميه سنتين وتخش اختبار. اذا نجحت فيه تدخل نقابه المحامين، مش هيبقى نقابه المحامين مش هتبقى سبهلله، نقابه المحامين هتبقى حاجه محترمه.
وزي ما احنا عايزين اللي هيدخلها هيتعب كتير قوي، هيتعب علشان يدخل وش، علشان يدخل نقابة المحامين، علشان يفتخر بعد كده ويقول انا معاه الكارنيه بتاع نقابة المحامين. الكارنيه ده هيبقى له القيمه الحقيقيه اللي صاحبه النهارده يا اخوانا في المشاكل في بعض الكمائن والبتاع ده، كل اصدقائي والزملاء يقول له محامي مش عارف ايه معاه كارنيه 19 او 18 يقول له اه، يقول له يعدي لانه ده محامي. مفيش فيه، ما عادش فيه وثقوا في اجراءاتنا، وثقوا في سلامه التعقب اللي احنا عاملينه واللي احنا بنبني فيه نقابه المحامين. فما تزعلوش من هذه المسائل الصغيره لكنها تمثل قيمه كبيره لصالح المحاماه ولصالح كل المحامين. احنا عندنا واحنا عايزين نحفي النقابات الفرعيه لانها هي كلها دور. لا لا، اولا اكيد بالضبط مش من اختصاص النقابه الفرعيه. بس انها عارفه الدور دي. وبعدين هي ناقصه ضغوط؟ مش ناقصه ضغوط، لا مش ناقصه ضغوط. اضعف النقاط عندنا العناصر المنتخبه سواء كان نقيب او عضو، عضو نقابه عامه او عضو نقابه فرعيه. انا اضعف امام المحامي وضغوط المحامي، ولازم نقدر هذا الامر. فارجوكم ساعدونا على ان احنا نركز هذا الامر. طب ما اعضاء النقابه العامه رافعين ايديهم. صح، رافعين ايديهم، مش شعرين بانه ده يقلل شانهم. ده مش دورهم. الدور الحقيقي للجهاز الاداري في انه نفس تعليمات المؤسسه هي مؤسسه نقابه المحامين لصالح المحامين. الكشف الطبي احنا لازم نراجع فكره التهاون ده، احنا راجع الطب الشرعي ليه؟ عشان ده مؤسسه مش محل عبث. مش هتطلع تقرير مضروب، لكن اذا في شكوى بلغونا. بس احنا كمان هنضيف للمخدرات وغيره الكشف النفسي والتوازن النفسي. يطلع يدوخ على في التحليل الروتيني سليم، بس هيجي يطلع عين النقابه من حيث السمعه ومن حيث القيمه ومن حيث المكانه. كل دي ضوابط لازم نبقى حريصين عليها. اخر احنا اللي شكوى ان حد يتكلم على السجل المدني. ايوه قلنا اولا عشان بس ما نطلعش في الموضوع ده كده، البيان الذي يدور في السجل المدني بيان ايه؟ محامي. اذا دي زي شهاده القيد بالظبط، لازم تطلع بشكل مركزي. دي الشروط القانونيه عشان المحامي بيطلع البطاقة كل يوم ولا بيطلعها مره كل 7 سنين؟ ماشي، جمعوا طلبات تتراجع في النقابه خلال 24 ساعه 48 ساعه ترجع تتراجع تبقى موجوده. لكن انا كمان مش هسيب الخدمه اللي النقابه الفرعيه لاي موظف فيها او لغيره او تتقلب ويختم محامي يختم محامي يختم محامي وهو مش محامي او محامي شاب او محامي يخص زوال. احنا واجهتنا قضايا كثيره جدا انه بقاياهم طالعه محامين وهم اصلا قضوا زوال بينهم عشرات السنين. نتيجه اختام المجامله التي توضع فيها في هذا الامر. ده مش تقليل من شان النقابه الفرعيه، لكن ده زي بالظبط. طب ما تطلع كارنيه، ما تطلع خلاص ده انت نقابه فرعيه، ما تطلع انت الكارنيه، طلع انت شهاده القيد من السجلات. ده اختصاص اصيل لانه ده بيان اصيل لعضويه المحامي المسجله لدى النقابه العامه. نتكلم بقى على تسهيل المسافه، على تقريب الامر، ان احنا نسهل الماموريه على المحامين في الاقاليم ونعملها على وجه السرعه. وانا بقول لكم انا مستعد خلال 24 ساعه اعتمد جميع الشهادات المتعلقه بالسجل المدني من النقابه العامه بمجرد وصولها وترجع في نفس اليوم. المحامي هنا مش متقلل، مش يعني مش مزنوق في البطاقه اللي انتهت قبلها بيوم او اللي انتهت بعدها بيوم. وفي النهايه الموظفين موظف النقابه او عضو النقابه ايا مكان المسؤول، احنا نتعاون مع بعض من اجل لكن مش عايزين نعمل ازمه على ثغره يمكن تخترق كل اللي انتم بتعملوه من دوره. لانه البيان اللي موجود في البطاقه ده لازم يبقى مطابق للبيان اللي عندي في السجلات بتاعت المحامين. لو مش مطابق مين المسؤول عنه؟ النقابه الفرعيه مش مسؤول عنه، انا المسؤول عنه. وبالتالي احنا بنطبق صحيح القانون، فارجو ان تتحملونا وتتحملوا
المصاعب البسيطة القادمة اللي هتساهم في النهاية على ان تجعل جداول نقابة المحامين زي جداول النيابة العامة وزي جداول القضاء بالظبط.